مغرب القامع وتشريد، هذا مغرب الجزائر، مغرب القامع وتشريد. هكاك حوايجك الحباب اشافهم الناس، في ناس راهم نصب لها الخليط وراحوا لي على حوايجي هكاك هكاك حوايجي امرهم في التراب. هاد الناس شافوهم هكاك حسوهم وتيرميو وشفتوني المخازنية هك بحال اللي غاتصل في فاش الدار وكيشدوني هكا وكيقولوا لي قال لي خرجي هنا، قال لي خرجي خرجي، قال لي قال لي خرجي. وجاتني لابيلانس، واش لابيلانس الحباب فين كتدي؟ واش كتدي للقيادة؟ كتدي كتدي للسبيطار؟ ولحوني هنا والناس كيشوفوا فيا هنا، الناس كلهم كيشوفوا فيا نهار الشبعانة وتشتاك الضاب قلبي بيت الليل ما كنشوف النعاس ولا نعسى في الزنقة ولادي في الزنقة وراسي في الزنقة. واش هذا منكم؟ واش هذا حق؟ والله ما عطاني حقي، والله ما عطاني حقي حتى ندير شي حاجة. وعنده الرخصة اللي هي ديال التخليط، يعني
الأصوات التي تدل على أن هناك غناية قائمة. ولذلك يوقع هذا غير قانوني وغير معقول وما نحسش التعليم، لأن هذا كرامة الوطن، لأن عجزة لم تتمنى الوطنة ديال حق الحقوق، وحق الوطنة كتمنى حق العيش الكريم، وبالتالي حتى الطريقة باش تهتم لها الشيء غير لا يتصور العقل. وإضافة لذلك كاين الناس عندهم زرية صغار، يعني مثلا ما يعني أحداث يعني باقي صغار قصيرين، وهذا غير معقول، لأن حتى تشري الدواء تكون الصفيف يمشيو، وبالتالي حتى الوضعية ديالهم ورجعة الكرامة لهاد الناس هادو حنا مستعدين لأننا ندير هنا إضراب على الطعام كلنا، نحن مستعدين باش نضمنو مع كلنا إلى نوقفو إضراب على الطعام حتى تسوى الوضعية ديالهم القانونية ويتفتح تحقيق فهاد النزيل هادي وهي لو تاخذ عدالة مزرعها. وشكرا. بيتك الوطني لحقوق الإنسان من تحية إيطاليا للجميع المواطنين والمواطنات اللي جاءوا اليوم في هذه الوقفة تأثروا هذه العائلة المشردة من طرف مسؤولين موظفين الدولة المغربية، اللي من الضروري الدولة قائمة من أجل حماية المواطنين في أرواحهم وفي نفوسهم وفي ممتلكاتهم. باسم الناس الديمقراطي الشكاري تبعها كنضامنوا مع هاد العائلة المشردة، وتنقولوا هذا هو الوجه الحقيقي للمغرب. الوجه الحقيقي للمغرب هو واحد الوجه ديال الشريف وديال القمع وديال نهب الخيرات، وبالتالي فهذه وسمة عار في وجه الدولة المغربية أنه كيف يعقل مواطنين قاموا بإجراءات وعندهم أطفال اللي حنا تنقولوا بأن المصلحة ديال المواطن ككل اعتبار، وكيجي وكيتم الشريط ديالهم، هذا ما تنقبلوه وتنضمنوا مع هاد العشرة ومع هاد العائلة، وتنستنكروا بشدة هاد العشوائية وهاد التدبير اللي مسؤول على مستوى الإقليم ولعب الخيرات ديال الإقليم المائية والطبيعية، وكان هو ندير كذلك الشطط في استعمال السلطة اللي حنا تنتابعو في مجموعة ديال المناطق في توادريم في ميمكور في بلدية بلوغرا حماسة وفي تعميرة في هذه المنطقة، وهذا وجه حقيقي للمغرب الاستغلالي اللي تيستغل أغلبيات الفقراء وأغلبيات الشعب من أجل طبقة مسيطرة كتنهب الخيرات ديال البلاد. هذا مغرب الجديد، مغرب القامة.